مرحبا أحبابي، كيفكن اليوم؟ أهلا وسهلا فيكن على قناتي. اليوم رح نعمل أكلة التركية وهي تشي كفتة. أهلا وسهلا فيكن. رح نشوف المقادير: كوبين برغل ناعم، بصلي ناعمة، نصف حزمة بقدونس، 2 ملعقة دبس طماطم، حبتين طماطم مبشورين، 2 فص ثوم، 2 ملعقة زيت زيتون، ملح، فلفلة حمرا، ملعقة كمون، ملعقة فلفل، ملعقة سماء. وهلأ خلونا نبلش بالتحضير. نضيف البصل الناعم فوق البرغل، ونضيف الملح، نفركن شوي، ندعكن منيح، نخلطن مع بعض. هي بدها دعك كتير، شغلتها بسيطة، بس بدها يعني انه الواحد يفركها منيح ويدعكها منيح. طبعا كله بالايد. هلا ضفت الثوم، وهلا اصل البندورة المهروسة، نخلطهم مع بعض. هلا صوص البندورة، أكل طيب كتير، لازم تجربوها. نخلطهم منيح. هلأ نضيف السماء، البهارات تبعيتها، والكمون، والفلافل، نخلطهم، ونضيف الفلفل الأسود مع الأزهار. وهلأ نضيف البقدونس، والزيت، زيت زيتون طبعا، نضيف 3 معالق. وهلا ببلش الشغل الدعك، نضل نفرك فيها وندعكها هيك حتى يتماسكوا مع بعض، وصير عنا هيك مثل عجينة متماسكة. وقت اللي بدنا نشكلها تعطي قالب يعني. أنا ضليت ادعكها شي 20 دقيقة حتى امتصت السوائل كلها وصارت عجينة يعني بس بدها فرك بالإيد. متعبة شوي بس يلا طيبة، تستاهل. ومندعك، منضلنا عم ندعك. هي تشي كفتة أكلة تركية بسيطة مشهورة، يسموها أكلة البسطاء لأنها رخيصة ولذيذة، وهي كنوع من المقبلات بتتقدم مع الكباب. عنا بسوريا بسموها الكبة الكذابة لأنه ما فيها لحم. ومنضل عم ندعك ومندعك. وهلأ بلشت تاخد معي قالب، تماسكت منيح، صارت ممتازة. شايفين هيك لازم تكون. هي يعني بدها دعك شي 15 دقيقة، ربع ساعة، تلت ساعة تكون جاهزة. بدي احكي لكم على الطعم، كتير كتير طيبة عن جد، جربوها وعيلتي كتير حبتها، اكيد رح اعملها كذا مرة. كلها فائدة طبعا. هيك مشكلة، تتقدم مع الخس، الليمون، والدبس رمان، وهيك بيكون طبقنا صار جاهز. حط لها عصرة ليمون، راح نجربها وندوقها قدامكم. يعني هاي اول مرة انا بعملها. شو بدي اخبركم، طعم كتير طيب، لازم تجربوها.
تركيبة البهارات مع بعضها والطعم طلعت خيال، لازم تجربوها. وصحتين وهنا على قلبكم. لا تنسوا الاشتراك في قناتي والدعم. شكرا لكم.